السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عندي ملف PDF وعايز أرفعه على جيميناي اللي هو الذكاء الاصطناعي بتاع جوجل، طيب أنا ما عنديش هنا أي زرار يخليني أرفع ملف PDF، ما عنديش هنا غير إن أنا أرفع صورة، فلا إما أنسخ التكست من PDF وأجي أحطه هنا والطريقة دي مش صحيحة، أو إن أنا هفتح درايف، جوجل درايف طبعا، وهرفع الملف PDF وأقول له انا عايز افتحه على جيميناي. تمام، يعني على سبيل المثال مثلا الملف دوت اهو، هتيجي رايت كليك وتقول له اسك جيميناي. يعني ايه اسك جيميناي؟ يعني ابعت الملف ده لجيميناي وخليه جاهز ان انا اساله بعض الاسئله، مع العلم ان هو حتى الان ما بيدعمش عربي لكن قريب هيدعم العربي واحده واحده، هم بيجربوا دلوقتي في اللغه الانجليزي لكن بعد كده هيدعموا بقيه اللغات. تمام، بدا يفتح الملف ويبدا ان هو يقرا الملف. ممكن اقول له لخص لي الملف دوت، وممكن اقول له ترجمه لي، وممكن اقول له اشرحه لي، وممكن اقول له اديني المراجع. خلاص، هو كده انا قدرت ان انا اربط PDF اللي عندي بالجيميناي. طبعا التكست اهوت تقدر تدوس عليه بحيث ان انت تشوف بقيه التكست، ولو في سورس عايز تشوفه برضو هتقدر ان انت تشوفه، وتقدر تيجي هنا تقول له اعمل ريتراي، يعني الخص تاني، او يعني اعمل المهم اللي انا طلبتها منك تاني لان انا مش راضي على الاداء. وممكن تقول له انا موافق او انا معترض، فهو يبدا ان هو يدور لك على حلول اخرى. طيب، ممكن تبدا تساله بعض الاسئله هو يبدا يجاوبك عليها. زي ما قلنا الانجليزي حتى الان هو المدعم، وقريب قوي هيبقى مدعم بالعربي. طبعا لما يبقى مدعم بالعربي هيبقى افضل اختيار بالنسبه لك ان انت تستخدم الذكاء الصناعي في ان انت تفهم الملف PDF وهكذا. فاي سؤال انت عايزه تسأل الذكاء الصناعي، ومش هيجاوب بقى من النت كله، لا هيجاوب من خلال الكتاب او ملف PDF اللي انت اديته له. وممكن تقول له ترجمه لاي لغة يبدأ يترجم لك الملف كله زي ما انت عايز.